في السماء. لا مش خايف خالص، اصل لو خايف مش هعمل. من فتره اتجهت للغناء وقلت ان دي بالنسبه لك كانت مغامره. احكي لنا بقى ليه كانت مغامره، وهل كانت مغامره حلوه ولا لا؟ حلوه جدا، يعني انا طالما اسمها مغامره فانا كنت عايز اعملها. اوكي. وجزء كبير من المغامره انك تعملها مش انك ما تعملهاش. تمام. لانك لو ما عملتهاش مش تبقى مغامره. مين يقدر ينافسك طيب كمذيع؟ لا لا لا، انا في خطي ما عنديش حد عشان انا حلو، لا ما عنديش حد عشان الصحافه التلفزيونيه ما فيش فيها كتير. انت كان عندك فوبيا من القطط، ومن 3 سنين قررت تتحدى خوفك منهم وتقرب لهم وبقيت بتحبهم قوي. وازاي حاولت الموضوع من فوبيا لحاجه انت بتعملها كل يوم؟ انا لقيت قطه في مكان بيبيع قطط، ما عجبنيش البيع بتاعها وبتاع، حاسس ان انا فيها نوع من النخاسه كده، فحسيت انها زي، فاشتريتها. فمن يومها تحول الخوف من القطه لعشق للقطط. يعني دلوقتي انا شفت اي قطه في الشارع وراكب عربيه انزل. بما ان مغامرتنا فيها طيران، عاوزينك تقول لنا اسمك هيبقى ايه لو انت سوبر هيرو بتطير زي باتمان وسوبرمان وسبايدر مان وكده. انت بقى كان هيكون اسمك ايه؟ جابر مان. جابر مان. طيب اوكي، احنا كده خلصنا اسئلتنا، وعشان تاخد تيشيرت المغامر دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر. تمام. بفي ار تيست، ونشوف ايه اللي هيحصل هناك، وبعد كده يعني هنقول لك انت مغامر بنسبه كام في المية. تمام. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. يلا. تمام. دي حلو. اوبا خبط قدامي جبل تحفه. طلعت يا معلم. ماشي. لين جبلين حلوين. خبط ليه تاني؟ يخرب بيت كده. طالعه دي يا معلم على الطلعه دي، بس ركبي ثابت. خبط يا خابط يا جبل. ماشي. حاسس بس هتخبط المره دي. خبط. استاذ جابر، حضرتك مغامر بنسبه 95%، وده بيديك لقب مغامر مش سهل خالص. فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامر، هتاخد باسبورك وهتسلمها لهم هناك. تمام؟ تمام. اوكي، بس قبل ما نطلع على الطياره عايزينك تسجل لنا فويس نوت، مش هنسمعها الا قدامك لما تنزل هناك من الطياره. الفويس نوت دي هتقول فيها حاجه حاسسها دلوقتي، عايز تقول مسج لحد معين. يعني هسيبك تقول فويس نوت واشوفك هناك. تمام. وانا بس استاذ جابر، قبل ما ننطلق على مغامرتنا النهارده، عايزين نعرف منك مين كان نفسك يكون معانا دلوقتي عشان يعيش معاك المغامره. والله بص، انا نفسي في ناس كتير، بس اقرب حد ليا بنتي الكبيره مريم، فيعني كنت اتمنى انها تكون معايا، وفعلا لو جت وشافت التجربه هتحبها. طب ايه رايك بقى دلوقتي نكلمها فيديو كول ونعيشها معانا في المغامره وتشوف هي تقول لك ايه؟ نكلمها فيديو كول. مريم، انا رايح دلوقتي عشان السكاي دايفنج، ويعني ان شاء الله تبقى تجربه حلوه. المره الجايه بقى تبقى تيجي معايا ان شاء الله. انا كنت عايزه اجي معاك. تيجي معايا المره دي؟ طب يا جدعان، هي كانت عايزه تيجي المره دي يا جدعان، معلش هجربها الاول وبعدين ابقى اقول لك. انا المره الجايه اصلا مش هتنزل تاني. احنا هننزل ان شاء الله في راس البر. السكاي دايفنج هيبقى كله في راس البر باذن الله، وبيقولوا لي هتشوف مكان تحفه وهتشوف حاجات عمرك ما شفتها. ادعي لي. ايه؟ ربنا يوفقك. طيب يا قلبي، سلام بقى. سلام. الى السكاي دايفنج. نجوم السماء.
والله والبص الهارنس يا أرموز. اسمه الهارنس. الهارنس. بعد ما تخطيت فوبيا القطط لسه عندك فوبيا من ايه؟ لا ما عنديش فوبيا من حاجه، بس ان شاء الله باذن الله بعد التجربه هقول لك ان الخوف انتهى تماما خالص خالص بعد التجربه. بيقولوا الصحفي او الاعلامي ما ينفعش يقفل تليفونه لاي سبب، الكلام ده صحيح؟ لا لا مين اللي قال؟ لا لا خالص نص كمان بجد؟ لا لا يعني دي معلومه خاطئه؟ لا لا لا. امال انت بتفصل ازاي؟ بفصل ازاي؟ اه بفصل التليفون خالص خالص خالص. طيب قول لي ايه الاغنيه اللي بتعبر عن الحاله اللي انت فيها دلوقتي؟ يا ليل بعت سلامي للناس الطيبه ترارا، فكرهم بالمحبه وبايام الصبا. يا ليل بعت وهكذا. اوكي طب دلوقتي هسالك سؤال، لو انت جاوبته في 3 ثواني بالظبط مش هخليك تنط لو انت عايز. كم عدد مفاتيح العود؟ انا عندي 12. 12؟ 12 صح، هو 12 ده 14. بس انت جاوبت في اكتر من 3 ثواني فانت كده هتنط برضه. هنط؟ اه كده كده هتنط. متحمس طيب اهم حاجه؟ جدا. يلا بينا جدا. يلا بينا يلا. انا جابت حاجه نطيت فيها الدرع. اوه 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 1 2 3 4 all engines running. اللي معاه ربنا هيمشي على الميه. مية 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 والله مية مية، بس أنا جابت برضه جابت. أنا طار في السماء بعشق بالوما. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وانت بقى مبسوطين قاعدين هنا على الأرض بس والحمد لله على السلامة. مش أنت كمان اتبسطت فوق؟ شكرا يا كابتن. الحمد لله على السلامة. جامد يا كابتن والله. الحمد لله على السلامة.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نجوم السماء. استاذ جابر الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك. اتبسطت جدا. طب احكي لنا بقى ايه اللي حصل من ساعه ما نزلت من الطياره لحد ما وصلت هنا. لا ما اعرفش حاجه، انا قالوا لي انزل بالطياره، وبعدين لقيت نفسي على الارض، وبعدين كنت بقول حاجات غريبه جدا، انا جامد انا حاجات كده. فحضرتك كنت مطمن وانت فوق ولا كنت خايف؟ لا ما كنتش خايف خالص، بس قبل القفزه كده ما كنتش عارف هقفز ازاي، بس طلعت جامد. انا قبل ما نبدا كلام عن المكان اللي احنا موجودين فيه عاوزين نسمع الفويس نوت. وانا بس عايز اقول حاجه معينه، في ناس طبعا مش هتصدق انه جابر ممكن يعمل الحاجات دي، او ممكن يطلع في طياره وينزل وحاجات كده وممكن يعمل المغامره دي، بس انا فعلا حبيت جدا المغامره، وشايف ان انا ممكن اكون اهل لها، فما تقلقوش ان شاء الله كله خير باذن الله. شكرا. طيب احنا دلوقتي عند الفنار في راس البر، قولي ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما بتسمع كلمه فنار؟ هو بتيجي في دماغي اسكندريه بصراحه اول حاجه، بس لما جيت شفت الاماكن دي وعرفت كمان الفندق اللي هنا ده، انه فندق شركه كبيره زي دي تعمل فندق هنا، ده حاجه عظيمه جدا جدا جدا. لا المكان تحفه بجد. استاذ جابر كنا مبسوطين جدا في الحوار مع حضرتك. شكرا. اخر حاجه هناخد سيلفي مع الفنار، وشكرا جدا ليك. شكرا يا ميدو.